يا معين يا الله. بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله تعالى في حفظنا لسورة سبأ. في هذه الحصة نتعلم من الآية 43 إلى آخر السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. إذن نعيد ثلاث آياتين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك
كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف قل إنما أعظكم بواحدة أعيدوا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا زيد صاحبكم من جاء
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. زيد. الآية كاملة. قل إنما قوله كله امشي. سألتكم من أجر فهو لكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وهو على كل شيء شهيد. الآية كاملة. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. زيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. زيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. زيد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
سبيل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام لا عود حاول من راسك حاول همشي تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا كم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد زيد قل إن فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ردوا بيكم النساء ما نحيتها لهم كان بالسيف مكلين المشوي بزايد أنا نقول لهم يوحي ونقول لي يوحى يوحي يوحي عاود التركيز التام يوحي يوحي هاي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما أعيد الآية قل إن ربك إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي
إنه سميع قريب. زيد عاود هاي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أعد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا زيد وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد زيد وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد زيد وقد ولا واو عادية وقد ترقيق الواو نعاود وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد زيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب زيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل طيب باش نعاودوا من قل جاء الحق اوك عندك قريب قريب بعيد بعيد مع الانتباه يلا قول قل جاء الحق امشي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا مكان بعيد
مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا
فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد لله على إتمام هذه السورة المباركة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يجعلنا جميعا من العاملين به المتدبرين له، وأن يحشرنا مع القرآن الكريم وأهله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية. آية سيدي تفضل. آية سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. المسلم ديما يفرح بالطاعة، وقت اللي يوفق ربي الطاعة ويؤديها وكذا يحمد ربي عليها ويثبت عليها. اي نعم، مش قال لنا ربي في سورة يونس؟ قال قل بفضل الله، مش هكا قال؟ قل لهم يا محمد قل بفضل الله وبرحمته. اوك الفضل عندك، قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الإيمان. على كل حال، الإسلام والرحمة في الآية القرآن، الإسلام والقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان لما يثبت ربي، نعم، ويوفق ربي ويحفظ سورة من سور القرآن، ولا يؤدي طاعة ولا كذا، يحمد ربي عليها ويثبت على الشيء هذاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. فضل أقرأ. قوله بينات. هي الآية طويلة، نجم نقف في كلمة بينات، بما أنه الآية طويلة مش ما نقطعهاش، نقف في كلمة بينات. عيد هاي، وإذا عندك نفس تحب تقرأها كل يوم يمشي الحال. قول. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. ممتاز. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن كان يعبد آباؤكم. ممتاز. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. لا، ما قلش مفترى، كيك صار تمطيط في التاء. مفترى، شوف مفترى، أما وقت نقول مفترى تاء هكذا تمطط الحرف، تولد حرف. لا، مفترى هكذا. وقالوا مفترى. 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 طيب. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم. ما قلش ومي وما، حركة تصاعدية فوقية فتحة. وما كما واجما، واللفظ في نظيره كمثله كما وما وما، مش وما. هاي قول. وما وما آتيناهم من كتب يدرسونها. ممتاز. لا، رجعت وما لجنوح للتقليل. وما وما هكذا. وما وما أرسلنا، ركك الهمزة. وما أرسلنا. وما أرسلنا. نعم. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. من نذير، والرق والراء. من نذير. وما أرسلنا أرسلنا لام والنون.
تميز هذا عن ذاك. أرسلنا وما أرسلنا مش وما 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 أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلك. فخم الغنة بعدها قاف تكون مفخمة. من قا من قا الغنة صفة لما بعدها من تفخيم وترقيق. فخم بعدها قاف مفخمة. امشي قول. وكذب الذين من قبل من قا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي رسلي رؤسو. فخم الراء ورقق السين. رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير فكيف كان نكير. فتح الله لك وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. سيدي اللي بعده تفضل. اهلا وسهلا مرحبا. قل انما أعظكم رقق الهمزة أعظكم بواحدة كفها يكون الوقت جيد. قل لهم يا محمد. السورة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عند الله عز وجل. قل لهم تقرأها كلها. قل من يرزقكم قل لهم من يرزقكم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لهم قل الله وإنا أو إياكم لعلى. هنا قل إنما أعظكم بواحدة. شو الواحدة؟ لا إله إلا الله. قل لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تتخلوا على قولكم وعلى الحمية متاع الجاهلية إنا وجدنا آباءنا على أمة. تخلوا على هذا. خدموا مخافكم شوية. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكر وهي عبادة. العبادة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها قبل نزول الوحي عليه. تعرف عبادة التفكر كان في غار حراء يتفكر في ملكوت الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا خلقت هذا باطلا ثم تتفكروا. أي ما بصاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام ما بصاحبكم من جنة. قالوا عليهم هو يدعوهم إلى الإيمان وإلى الإسلام وهم يصفونه بالمجنون والساحر. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد عليه الصلاة والسلام. هي هكذا تقرأ وتفهم السياق المعنى والآية يعاونك على الحفظ والاستحضار. نعم قول. قل إنما عيد هاي. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم. مش نذير نذير مفخم الراء. علاش ترققع إلا ورش هو اللي رقق. قالون ومن معه من القراء فخموا. نذير لكم رول لكم مرو فخم. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي نعم. قل ما سألتكم من أجر مين أكسر المين بين كسرة المين. قل ما سألتكم من مش من لا. من أجر قل ما سألتكم من أجر بين علاش خايف منها الكسرة. من قل ما سألتكم من أجر من أجر أظهر النون عند حرف الحلق. قل ما سألتكم من أجر من أظهر النون حب نسمعها. شو تعملش فيها غنة. من أجر من أظهرها. من أجر عيدها. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. فهو لكم استعملش خيشومك في الهاء. فهو لكم
فهو لكم أي إن أجري إلا كسرة الهمزة إن أجري إلا على الله مش على الله على الله جل جلاله وهو على صف الها من الخيشوم وهو على كل شيء شهيد جل جلاله ربي يقذف يقذيذي بين الذال وخلصها من الخيشوم قل إن ربي يقذف بالحق بالحاء مرققة جل في علاه بارك الله فيك جزاك الله كل خير كافية أعطيني اللي بعده فضل فراتي الله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما فبما يوحي فبما مش فبما فبما جيب نبرة على الباء فبما مش فبما فبما لا فبما فبما وإن اهتديت فبما فبما يوحي فبما فبما وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أي إنه سميع قدير ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم تناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم قبل إنهم كانوا في شك مريب. أحسن ما شاء الله عليك تو أنت قراءتك جيدة وصوتك جميل ما ينقصك إلا الحفظ لازمك تعمل مجهود في الحفظ أما ما شاء الله على أدائك وصوتك ما شاء الله ما لازم تعمل عزيمة في الحفظ ما شاء الله عمرك باهي تو ممتاز عمرك ممتاز جدا تستغله أي نعم بارك الله فيك اللي بعده ثم أعمار ذهبية الوقت هذا ممتاز أما كان يولي الشايب كيف أنا عاش ينجم يحفظ شيء أو يجي يحب يحفظ ما عاش ينجم يقعد غادي هكا ولا سيد أوقات الذهبية في العمر متاعه تو ممتاز يغتنم هذه الأوقات معناتها الراحة الصيفية ذي ولا العطل الصيفية ويغتنمها في الحفظ ممتاز أي أي نعم قوله استثمروا أوقاتكم تعد عليك هي العطلة تتعدى تو كان نشوف وش تعدى منها شهر كامل إيه شنو أنجزت تلقى روحي ما عملت شيء شهر كامل تعدى حفظت شي قدمت شي في الحفظ عملت شي كذا شيء شهر وأنا هني داخل هني خارج هني ماشي والأيامات قاعدة تجري تتسارع شنو الإنجاز اللي عملته أنا هاو تعدت أو قداش أي نعم فنغتنم الأوقات هذه نعم قولي فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها. نعم. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. عاود هاي وما أرسلنا. هاي قول هاي. وما أرسلنا إليهم قبلك. زيد عودها ورقق الراء من نذير ترقيق في الراء. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أيوة. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير. الله ينفع بك. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أحسن. اللي بعد شكون بعد تفضل. الله قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى رقف التاء ولو ترى ترى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا فوت مش فوت فوت ولا مفخمة ثو مرققة ولو ترى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فوت فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناقش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أحسن. أي لبعض. أي نعم. الله عليكم السلام ورحمة الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل رجلوي ضم لي مش رجلوي لي لا رجلوي لو لو ضمة تامة رجل. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما لا ما عشتق فيها. شو به الوقف اللي عملته
قالوا ما هذا؟ اجبد نفس، خذ نفس ليك فيه. كي قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. أحسنت. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. أي وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم جاءهم ترقيق في الهمزة جاءهم لما جاءهم إن هذا إلا سحر سحر فخم رأسي سحر مبين. نعم إن هذا إلا سحر مبين. أي نعم. وما آتيناهم يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها. أي نعم. وما أرسلنا ترقيق الهمزة وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. أي شو معشار المقصود به في الآية هذه؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم رغم اللي جاءوا قبلك يا محمد من الأمم السابقة والمخاطبون هم كفار قريش اللي عندكم أنتم ما يجيش العشر اللي جاءوا قبلكم لقبلكم كما قوم ثمود وقوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وتنحتون من الجبال يجي هكا الحفة الجبل ويعمل فيها ناطحات سحاب. شنو اللي عندكم؟ هو قال لهم حب يقول لهم مشركي قريش شنو اللي عندكم اللي كان عند الأمم السابقة مثل ثمود وقوم عاد وما بلغوا معشارة العشر ما عندكم وما بلغوا معشارة ما آتيناهم فكذبوا رسلي. ما كانت النتيجة؟ فكيف كان نكير. أي نعم. أقرأ الآية كيف يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا. نعم اللي بعد كملت أنت حتى كيف كان نكير. طيب هاي سي إيهاب أخونا إيهاب ما قال بلال ولا إيهاب؟ أيوة مرحبا بك. قل إنما أعظكم بواحدة. تقرأ حفص هاي عاود هاي. قل إنما أعظكم بواحدة. حاول صفي الحروف من الخيشوم هاي عاود ترى. قل إنما أعظكم بواحدة. كيف نقول بوا؟ استعملت الخيشوم في الواو بوا شفتها فيه بوا هاكا تتخلص تشد الخيشوم بيوا هاكا صافي بيوا. اما كيف نقول هاك بيوا ما ريت ثم كيما الفويت تعدالي من هنا. اي نعم بيوا نعم بيوا. اي نعم. قل انما اعظكم بواحده هاكا الواو صافي لا باهي ممتازه نعم. لله من الفم كما باش نحكيه مع بعضنا هاكا نتكلم انا ما نستعملش في خيشوم. لله ان تقول لله تقوموا عدوى الجماعه ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحب ما قلش ما قل ما بصاحبكم من جنة تمام إن هو إلا نذير لكم. لا ما قلش نذير مفخمة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو حفص نعم فهو لكم نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم
فهو لكم فهو لكم إن أجري إلا على الله على الله إن أجري إلا على الله أي وهو على كل شيء هو خلف وهو على لحظة يا شيخ ها إن أجري لا لا إيش قرأه وعاود أقرأ لحفص أي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم فهو لكم فهو لكم أي إن أجري إلا على الله صحيح وهو على كل شيء شهيد أي قل إن ربي ربي فخم الراء قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب جل جلاله قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب سميع سميع ضم العين ورققها سميع قاء إنه سميع قريب أي. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا ثوت مش فوت فولا ثوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا ثوت أي نعم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ما تستعملش خيشومك فلا ثوت فلا فوت أيوة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ثوت أي وأخذوا 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 من مكان قريب وقالوا فخم القاف وقالوا آمن زيد شوية عاد توا حفص ش عنده هو حفص كان بيشتقر من طريق الشاطبية طريق الشاطبية عنده توسط أربع حركات ومن طريق الطيبة عنده أربع حركات وخمس حركات ها أما أنت الشاطبية واللي أربعة سوي المد جيب أربع حركات وقالوا آمنا به وأنا له زيد الغنة وأنا لهم التناوش من مكان بعيد أي وقالوا وقد كفروا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بيش بالغيب نعم ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فتح الله لك وبارك الله فيك حسن ما شاء الله عليك نعم زيدوا ثلاثة أخرين ومن بعد نمشي للسكرة راي شكون هاي تفضل أي يا معين أهلا وسهلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير
أحسن ما شاء الله عليك، ممتاز، بارك الله فيك. اللي بعده تفضل. 286 هاي سيدي، أحفظ نمرو سيدي. يا الله يا كريم. بين الباب بي وبي، حرف مجهور قوي، بي مش مهموس. كيف أقول؟ قل إنما أعظكم مي ومي، صارت قريبة من المي، الميم مهموسة، أما الباء مجهورة قوية. قل إنما أعظكم بي بابي. نعم، قل إنما أعظكم، مرتبك تحفظها لي كيك، عود هاي، إنما أعظكم بواحد. زيد عاود. قل إنما أعظكم بواحدة. يا أخي غلبتك الميم، الباء ماشية للميم أكثر. أعظكم بي با بي بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة. هذه ممتازة. أي ما بصاحبكم من جنة. أي نعم. إن هو إلا نذير. نذير لك، ادغم بلا غنة. إن هو إلا نذير لكم. نذير لكم. نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي قل ما سأل فهو لكم. فهو لكم. أيوة. إن أجري إلا على الله جل جلاله. وهو على وهو سكنه. وعلى كل شيء شهيد. نعم. قل إن ربي يقذف يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء كافي، بارك الله فيك يا شيخ، أحسن، الله ينفع بيك، أحسن الله إلي وفيك حبيبي. تفضل الأخير رقم 45، تفضل. ما شاء الله. أيوة. قل إن ضللت لا، كيف أقول ضللت؟ فخمت اللام الأولى والثانية، ضللت كان الضاد مفخمة. قل إن ضللت ضللت. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. نفسي على نفسي. أي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. جل جلاله. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. أي والله. وقالوا آمنا به وأنى له التلاوش من مكان بعيد. وقد كفروا ومرققة وقد كفروا وقد كفروا به من قبل من قبل من قبل. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. كما فعل بأشياعهم من قبل. راعي الغنم. كما فعل بأشياعهم قبل. إنهم كانوا في شك مريب.
فتح الله لكم جميعا وبارك الله فيكم. أي نقرأ